تقولي خد اجازة ومكانه جد دلال، وانا قدام الازازة في عندي 2000 سؤال. هو ازاي على الثروة وامتى والنظام؟ كل اما تعدي الحلوة اتلخبط ليه انا في الكلام؟ بالراحة شوية 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 علينا الشيخ، كل الرجالة تجالهم حالة وبقوا شوف شيخ. حبت الصفية لوطة عمري ميت ما كويتش نام عبدي صوته حافية إذا ما يستعجل حب العجين تتعقم طيب قال حبك برشا يا تا ولدك في عيني متغشة هي من في عيني اللي كنت راح يزبلك النهار هي متغشة لطفة على ولدي ما تعرف دعاء لو ما يمشيش وذيك شو مدخلك انت برضعتني امي برضعتني شو مدخلك ما عرفش تبني ابن حقه بيه مش بدأوا واضحين فالمرخ شو مع الناس عندها روح الدعابة روح الفكيها ما شاء الله عليهم دوك تجاوبون فالمرخ نفتحوا منها الحكاية طوى اينا اليوم كما قالت نجلة ما بيخليها اينا كيف في خيري شري مش بدكمش لعملت ستوريات الصباح لا تكلمت لا هبطت هنا لبنى لا هبطت فوازير انصطيب لحد شيء قمت خليقي في ترمتي قلت استكفى بروحي ونقعد تم هبط من بعد غنية فما شكون هكا عنده روح الدعابة روح الخفة فهمت كل محسوب منعش فهمت هاي بروحه وكل مثلا اللمبي بالبساطة اخي انا طيب حد خيط صبات في شعرك راني شخت بالضحك راني نبول بالضحك وبعد لم روحي وبعد نبول وبعد لم روحي وبعد نبول اولا نحب نعلمكم اللي خلوت صباتي وين صباتي هوني ولا محل او صباتي بحذايا خدت ساقي مضروبه دوك نحي صباتي اولا خيوط صباتي انظف من وجوهكم انظف من فمكم وانظف من درمكم يا جماعه الدعابه شخنا بالضحك رانا شخنا باهي هذه اول حاجه ثاني حاجه هو ماهوش خيط صبات هو الخيط نتاع ذاك المليون اهلا اهلا الكابوش كما تعيطوا له انتم تعرفوه كي يعيطوا لها كابوش هذيك فهمت؟ باهي خاطر الصباح ما لقيتش العوده بتاع السوشي نتاعي فهمت؟ خاطر عندي برشا ما عنديش سوشي ناكل في الصمصه عندي شهر ناكل في الصمصه فهمت؟ دوك ربطته بهذا ثالثا وهذا الاهم تو تشوفوا تو اللي باش اللي ربطوا شعوراتهم بخيوط الصبابط ما ينعرفكم يبول الكلب يبول خوه فهمت؟ اون بلوس مصب رابعا وهذا الاهم هل قاعدين تشوفوا في البنا بالحق معناه ما نجموش لا يختلف اثنين فهمت خطان متوازيين لا يلتقيان فهمت هذا وجماعه الدعابه شوفوا الصبر شوفوا البنا شوفوا الجمال جميل جميل مش عادي مش عادي فهمت كي نحط حتى خيط صبات منطف مقطع مريش مصخ خير من وجوهكم ولي ذي بربي 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 لعت وصلوا رواحكم بربي لعت وصلوا رواحكم استكفوا برواحكم كل حد يتلهي في روحه وخاصة كي نبدأ انا قايم خليقي في ترمتي على خاطر ما به من غير ما نوليو تراش ياسر هاني فسرت لكم الوضعية سينا مشيت شريت هلا كيف شنو 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 بدو الحكاية مشيت لعند عمر المختار ولا شكونه الوزير القاضي قال لي هذا احسن واحد في مالك سلطه بن قاسم احسن واحد امشي شريط مع عنده عمر المختار ما فهمتش بيهم يزمروا عليا ويزمروا في الوزير القاضي مثلا قالك شو حكايتك اهم من حكايتي تعرف ممكن نهار في الكوم تحب تلقى عركه تعملها ماذا بيك تجبد عركه هكاك هكا كاين اليوم تحب نلقى مع شكون تعارك ما لقيتش انا العباد اللي قابلتهم اليوم الكل باهيين الحقيقة هكاها هذه مروح يا
ديما ما عندناش ما عندكم تعشي باش تعشى باش تسخن البيت تاع البيت تاع اللي خدمة كافيرة ولا التبذير دونك طن الفرش الناب هذاك اللي نحبو وناكل البيت تاع النهارين اللي فاتو هكا هذاك هو مش حتى توا نمشي توا خايبة سخرفت توا خايبة سخرفت توا نرتاح الغالية خايبة تطلع الغالية هكا هاو عاد